حياكم الله مشاهدي شاشة قناة النهار العراق الفضائية أينما كنتم في العراق أو خارج العراق، كل عام وأنتم بألف ألف خير. سأسأل الله عز وجل أن ينعم على هذا البلد بالأمن والأمان والفرحة. أحبتي مشاهدين الكرام، عدس قناة النهار العراق الفضائية تتجول ما بين العوائل البغدادية. بقيان خلنا نشوف طبيعة هذا اليوم العيد المبارك ونساهمهم وفرحتهم. زين مستمر وياكم احبتي مشاهدينا الكرام ونشوف هاي العائله البغداديه، نشاركهم فرحتهم ونشاركهم ضحكتهم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. خليجي الاخوي المصور وياي، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا. شو تمني للشعب العراقي والله اليوم؟ غير امنيه الامان ان شاء الله والسلام يأم البلد والاخاء والاخوه ان شاء الله. شو نشوف الوضع الامني حاليا احنا هسه عايشين؟ والله الحمد لله احسن من قبل، احسن رغم التفجيرات ورغم اللي يصير. الحمد لله احسن من قبل، وان شاء الله اللي يجي هم احسن ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله يا رب. شوف هنا الاخت، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير عيني. شو تشوفين اليوم جيتك هنا ما تلعب؟ والله الحمد لله امان وسلام ان شاء الله على كل العراقيين ان شاء الله. ان شاء الله. اول يوم تطلعين انت بالعيد بيه؟ اي والله اول مره اجي. شلون شفتي هذا اليوم يعني من طلعتك؟ الحمد لله والله زين، شفنا الناس الحمد لله، الناس فرحانه وسعاده ان شاء الله دائما. القوات الامنيه شلون شفتيها التعامل وياكم بالسيطرات من جيتي لهنا؟ الحمد لله كل زين. اليوم يوم العيد، لبسنا كل ايدي رح نلبسها يدخل يوم العيد، لبسنا كل ايدي رح نلمسها يدخل بالتكبير والتحميد. رجعنا وياكم احبتي مشاهدينا الكرام ونلتقي بالبطل ونقول له كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. شلون نشوف اليوم ايام العيد؟ والله الحمد لله امان ان شاء الله، الحمد لله امان كل شيء ان شاء الله. خلينا نشوف باقي العوائل البغداديه ونساهمهم ونفرح وياهم ونشاركهم وافراحهم هذا اليوم. حبوا يانا عيادكم وفراحكم، ادعي لكم حبكم وفيدينا يلا وفيدينا يلا. عيالكم واخوانكم وكل كلمة حبكم هلا وسعادة ان شاء الله، هلا وسعادة ان شاء الله. نشوف الشباب الواقفين هنا وهم شباب المستقبل، طبعا العراق يتباهى بهم باش عقب ان شاء الله يدافعون عن بلدهم من عصابات داعش او من وراء داعش او من يريد الخراب بهذا البلد. ونقول له كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بخير ان شاء الله. الاهل العراقيين وعايد جميع العراقيين، ونشكر قناه نهار العراق على هاي الابداعات، ان شاء الله تستمر في هذا الابداع، وان شاء الله ندعي حش الشعب المقدس وجيشنا الباسل في تقديم الانتصارات. بس
ايامك سعيده كل عام وانت بخير. نشكر القناه على الابداعات اللي قدمتها ولد علي الحشد، التقدم والانتصارات في الجبهات. ما زلنا مستمرين وياكم احبتي مشاهدينا الكرام، ومعانا احد العوائل العراقيه، وكل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير. نشكر قناه النهار الفضائيه على وجودها هنا ويانا، وكل عام وانتم بخير والشعب العراقي كلياته بخير. منطقه جايه احنا من بغداد جديده. انت بخير حبيبي، الف خير ان شاء الله. ان شاء الله تتمنى الشعب العراقي؟ نعم والله، نبارك للشعب العراقي والله يحفظ ان شاء الله، يسترهم، خلصنا من هالغمه هاي مال داعش. والله كريم، شوف الشعب ما مهتم هذا الشيء. طبعا ما مهتم، لان احنا شو يسوون؟ احنا نسوي ضدهم، شو يشتغلون احنا نشتغل ضدهم. احبتي المشاهدين الكرام، نشوف هنا اثنين حلوات ونسالهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير. وانت بخير. شلون تشوفين جيتك اليوم؟ والله حلو، عالم متونسه، امان، الحمد لله. اتمنى له السعاده دائما وما يشوف يا ربي شر طول عمره. انت بخير، صحة وسلامة ان شاء الله على العراق وعلى اهالينا، وان شاء الله دائما ابتسامة على وجوهنا، ونقول انه الاجواء كلش حلوة، ان شاء الله تدوم هاي فرحة دائما وتبعد عنا الغمة. ونعايد اهلنا وكل العراق اللي هنا واللي خارجها. احبتي المشاهدين الكرام، فاجئناهم العائله هم يتمشون وصافنين، ما اعرف ليش صافنين، يعني مخلصين فلوسهم بالمراجع، ما اعرف شنو، ها بعد ما باهدين. كل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير، صحه وسلامه يا رب ان شاء الله على العراق وعلى العراقيين، الامن والامان ان شاء الله. شنو تشوفين العيد هذا الفات احسن وهذا؟ والله هو الاجواء نفسها تقريبا، بس الحمد لله والشكر نقول على كل حال، والله ان شاء الله يرفع حالهم عن هاي الامه. هاي الاشاعات اليوم قاعد نسمعها، يعني تفجير وتفخيخ والشوارع مسدوده، ان شاء الله ما ياثر على العراقي، ان شاء الله معنوياتنا عاليه وننحر الارهاب والارهابيين، والنصر ان شاء الله جيشنا والابطالنا الحشد الشعبي القوات الامنيه، ان شاء الله النصر والظفر لهم. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. كل عام وانتم بخير. طبعا اتمنى الامن والامان يرجع للعراق، ونبقى نطلع ونتونس ونفرح، وكل اللي بالخارج يرجعون ان شاء الله، هذا اللي اتمنى. انتهت احبتي المشاهدين الكرام لمشاهدي شاشه قناه النهار العراق الفضائيه، اليوم احنا شاركنا فرحه اطفال وعوائلنا العراقيه الصابره بمناسبه عيد الاضحى المبارك، سائلين الله عز وجل ان ينعم علينا وعليكم بالامن والامان، اودعناكم.